أغلبية النساء نشتري الرموش ولكن ما نعرف نركبها في البيت. اليوم بنتعرف ويا بعض في هذا السر اللي هو صنعيها بنفسك على طريقة تلصيق الرموش بالطريقة الصحيحة. اليوم حعلمكم طريقة كتير سهلة وسريعة كيف تحطوا الرموش لحالكم بالبيت. أول شيء بيكون عندكم الجلو اللي هو بيجي يعني بيضله ليوم واحد، والجلو اللي أنا اخترته اليوم لونه أسود، في أبيض اللي بيصير شفاف بعدين لما بينشف، وأنا اخترته الأسود. هلأ السيدة لازم تنتبه على اختيار الرموش، لا على حسب عينها تختار الرموش. أنا اخترت لها هيدا الياس اللي جاي لعيونها. طبعاً مننطر كم ثانية لحتى الجلو ينشف شوي وبعدين منركبه، لأنه إذا الجلو ما كان ناشف ما حيلزق على عينه. طبعا هلا حطيت الرموش، بعد الرموش بنحطه بالايلاينر خفيف من على الجوانب بيزبط اكثر، وهذه هي اسهل طريقه لحط الرموش بالبيت.